تسجيلات الشلولي، تسجيلات الشلولي بإدارة عامر الشلولي. ابو نجاتي يا حبيب ما بنساك، بطيق العيش بناك يا حبيب ما بنساك، بطيق العيش بناك. الناس بترضى بهالليل وانا بسهر عذكراك، والناس تنام بهالليل وانا بسهر عذكراك. يا حبيب يا حبيب يا حبيب ما بنساك، يا حبيب ما بنساك، بطيق العيش بناك يا حبيب ما بنساك، مطيق العيش بناك. ناس تنام بهالليل وانا بسهر عذكراك، والناس تنام بهالليل وانا بسهر عذكراك. خواسمي خليل ابو ياد والله ما بنسى. ايوه 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 بإدارة عامر الشلو. عاش ابو ياد ابو العريس. عريس مين ومين مثلك يعالي الجبين، ابو اياد مين ومين مثلك يعالي الجبين. ابعد هم والله يكون لو حلو المسين. حامد العيون حامد ابو ادم جلال خواسمي ابو ادم ما بنسى. يا حبيب ما بنسى ايهاب ايهاب، مطيق العيش بلاك بهالليل وانا بسهر عذكراك. ناس تنام بهالليل وانا بسهر عذكراك. يا حبيب يا حبيب يا حبيب ما بنسى. هاي خمس نجوم لعيونك ابو اياد وللخواسم وللخليل عامة. قول يا رائد لك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. هاوي 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 هاي 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 هاي. ولك شايف عاش ابو ادهم. ولعيونك يا جمال ورب جمال ابو ادهم ورب ابو ادهم. ولعيونك يا ابو ادهم واللي خلق ابو ادهم. ابو ادهم وين وين مثلك يعالي الجبين، ابو ادهم مين ومين مثلك العالي الجبين. لو غزوا قلبي بسكين بحيد عن دربي هوا، غزوا قلبي بسكين بحيد عن دربي هوا. يا حبيب يا حبيب يا حبيب ما بنساك. يا حبيب سيارة سودة مسكر الطريق. سيات سيارة سيات ليون مسكر الطريق. إذا ممكن صاحبها يزيح من الطريق سيارة سيات ليون. شد 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 شد. نقول لك عايل مادي عايل وأصمر يا بول جدايل. هلا هلا والورد من خجلان وعلى الخليل اليوم قواسمي ماني مال وعايل. ابو سريع ابو سريع اسمر يا ابو جدايل. انا والورد منك خجلان اعمام العريس اليوم الرب العالفة. ايوه ايوه
الشوبكي وابو عصبي، ابو عصبي والشوبكي ضباط المباحث، اهلا وسهلا بيهم. يلا ويلكف 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 روح. قلت لك كومي كومي في قبل ما شفت هدومي، قلت لك كومي كومي في قبل ما شفت هدومي، انا وبحبك ما سيفن على الأرض يا هدر دم
تحية مقدمة من ممدوح الهشلمون لأحلى عريس، لعيونك يا عريسنا الغالي. وين الشباب؟ وين الشباب؟